نبدأ معكم بالأزمة الروسية الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت محطة للقطارات في مدينة كورسك الروسية، ما أسفر عن إصابة 5 من الأشخاص. أضافت وزارة الدفاع الروسية أنه قد تم رصد المسيرة فوق منطقة ستوبينو بجنوب موسكو مع إسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في منطقة خالية دون وقوع أي إصابات. ترى ما هي التفاصيل؟ حسين مشيك من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية معنا ومعه المزيد من التفاصيل. إذن أحييك حسين، ما زالت حرب المسيرات مستمرة ومشتعلة. الدفاع الروسي تقول أنه تم إسقاط مسيرة كانت تستهدف محطة القطارات في كورسك الروسية. ماذا عن التفاصيل؟ وهل هناك أي إصابات جراء إسقاط هذه المسيرة؟ نعم حساني، الليلة كانت ليلة المسيرات الأوكرانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، هكذا وصف الخبراء في الداخل الروسي هذه الساعات أو الساعات الماضية، حيث أكدت الدفاع الروسية على أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في منطقة كورسك وتحديدا بالقرب من محطة السكك الحديدية. الدفاعات الجوية خلال إسقاطها للمسيرة هبطت المسيرة على إحدى أسطح محطة السكك الحديدية، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل المحطة. هذا الحريق أسفر عن سقوط 5 جرحى من المدنيين حسب ما أكدته الدفاع الروسي. أيضا في السياق نفسه تم إسقاط مسيرة أوكرانية جنوب موسكو عبر وسائل الحرب الإلكترونية. إضافة إلى ذلك الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 مسيرات في ضواحي مدينة روستوف. الجدير بالذكر حساني بأن تعرض مدينة روستوف إلى مسيرات أوكرانية اليوم تأتي عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر العمليات العسكرية يوم أمس إلى مدينة روستوف، ولقاء بوتين مع رئيس الأركان وقائد العملية العسكرية الجنرال فاليري جيراسيموف، إضافة أيضا إلى عدد من القادة الروس. يوم أمس الرئيس الروسي التقاهم في مقر العمليات العسكرية في مدينة روستوف. مدينة روستوف تقع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. هذه المدينة تعرضت اليوم إلى مسيرات، تم إسقاط هذه المسيرات بواسطة الدفاعات الجوية الروسية. الدفاع أكدت على أن المسيرات لم تسفر عن وقوع. ماذا يعني حسين إذن يعني استهداف روستوف بعد أن اجتمع كما قلت بوتين أمس مع القادة هناك؟ يعني هل هذه رسالة معينة من الجانب الأوكراني لبوتين شخصيا؟ هي ليست رسالة حسانة، إنما هي تأتي في إطار الرد الأوكراني والهجمات الأوكرانية المتتالية على الأراضي الروسية. وفي بشكل طبيعي فإن مدينة روستوف ستتعرض إلى هذا الرد، حيث أن مدينة روستوف تقع على الحدود مع أوكرانيا، وأيضا هي ليست المرة الأولى التي تتعرض لها مدينة روستوف إلى طائرات مسيرة من قبل القوات الأوكرانية. إنما روستوف وبيليغراد وأيضا كورسك وكالوجا، هذه المناطق لها أراضي متاخمة للأراضي الأوكرانية، لذلك وصول المسيرات الأوكرانية إلى هذه المناطق يعتبر أمر طبيعي. بطبيعة الحال الداخل الروسي هذه المسيرات غير لم تعجبه، أيضا هذه المسيرات من شأنها إثارة الذعر وإثارة التوتر داخل روسيا، لكن هذه المسيرات حسب الخبراء هي أمر طبيعي، حيث أن روسيا تكثف ضرباتها الصاروخية على الأراضي الأوكرانية. والضربات الروسية الأخيرة هي ضربات عالية الدقة، هي ضربات أيضا استخدمتها القوات الروسية لتوجيه رسالة إلى الغرب، حيث أن قبل نتركك يعني في عجالة على مقرات في عجالة حسين، تم إسقاط هذه المسيرات بوسائط الحرب الإلكترونية وليس بوسائل الدفاع التقليدية. بالنسبة للمسيرة التي تم إسقاطها في مدينة كورسك وأيضا المسيرة في موسكو، هذه المسيرات تم إسقاطها عبر وسائل الحرب الإلكترونية. أما في مدينة روستوف حسب ما أكده حاكم المنطقة فالمسيرات تم إسقاطها
عبر الدفاعات الجوية الروسية. بطبيعة الحال روسيا تحاول إسقاط المسيرات الأوكرانية عبر وسائل الحرب الإلكترونية، حيث أن الدفاعات الجوية الروسية في بعض الأحيان حسب رأي الخبراء أيضا يمكن أن تؤذي المدنيين، حيث أن المسيرات الأوكرانية يتم إطلاقها باتجاه المناطق المدنية وباتجاه الأهداف المدنية. أوكرانيا لم تستهدف حتى الآن أي من الأهداف ذات الصلة بالجيش الروسي أو بالسلطات الروسية، نعم. إنما جميع المسيرات موجهة نحو أهداف مدنية، وهدفها حسب النظرة الروسية هو إثارة الذعر داخل روسيا وإثارة المخاوف، نعم. لدى المواطن الروسي، وأيضا تأتي في إطار الرد الأوكراني على الضربات الروسية على الأراضي، نعم. الأوكرانية. إذن أزمة أوكرانية روسية مستمرة إلى الآن، حرب مسيرات ما زالت مشتعلة ما بين الجانبين. أشكرك على التفاصيل من موسكو، حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك حسين.